الاخوه الكرام سلام الله عليكم. موضوع حلقه اليوم خطير بزاف، ولهذا السبب قلت مع نفسي لازم ما ندير حلقه حول هذا الموضوع، نحذر فيه المغاربه ونبين لهم داكشي اللي ما عارفينوش. ماشي كلشي، ماشي جميع الناس ما كيعرفوش، ولكن كاينه واحد الفئه عريضه جدا في المغاربه ما فاهماش هاد القوارب وهاد التحرميات، وهادشي اللي كيكلفهم غالي وكيخليهم يتكبدوا خسائر بالملايين او بعشرات الملايين ورب بالملايير كاع. المهم حسب لك وين طلع عندك واشنو فيها، يعني الكونت البنكير ديالك وشحال فيه. في الايام القليله الاخيره شفنا بزاف ديال الناس مواطنين مواطنات كيخرجوا عبر وسائل الاعلام كيبكيو وكيجذبوا وكيقولوا اللهم ان هذا منكر، فلوسنا مشات من البنوك، افرام مشات عين، مشاو لينا الملايين، وملي مشينا عند البنك قالت لينا ما عندي ما ندير لكم. وهادشي اللي خلى بزاف ديال الناس يشكوا في البنوك ويقولوا بان الاموال ديالنا او الودائع ما بقاتش امنه عندهم، وهذه في الحقيقه معلومه خاطئه. فالبنوك من اقوى الانظمه الامنيه حمايه في العالم، ومن الصعب جدا جدا باش يجي شي واحد ويهز لك فلوسك منه. كاين هادشي ماشي ما كيوقعش، كيوقع ولكن في حالات نادره جدا، علما ان اغلب الحالات اللي تم تسجيلها كيكون السبب الرئيسي فيها هو ارتكاب اخطاء من طرف الزبون، يعني بنادم مسكين ما عارفش هو اللي كيديرها بيديه وكيتصيد. المهم هذا موضوع سبق لي هضرت فيه ولكن ما فيها باس نزيد نذكر. فإلى عندك حساب بنكي وجاك شي نهار ميساج من البنك اللي انت فيه كيعرض عليك شي هديه او كيطالبك بتغيير المود باس ديالك، يعني القنص السري للولوج الى الحساب، او كيقول لك حمل هذا التطبيق، فهنا عرف بان الامر كيتعلق بمحاوله قرصنه من طرف بعض منعدمي الضمير، ناس ما عند باباهم لا دين ولا مله، ما كيفكروش في المواطن، كل الهم ديالهم هو ينتفوه ينهجوه ويديو لك رزقك عين باين. كيستغلوا بعض نقاط ضعف ديال الناس، ناس محتاجه كيقولوا ليه ربحتي مبروك عليك ربحتي مليار، او البنك الفلاني ديالك قرات باش تهديك سياره على الوفاء ديالك ليه، انت زبون قديم عندنا وبالتالي خاصنا نكافئوه. وها المكافأة جاتك، فقط دخل غير لهذا الرابط وعمر البيانات ديالك، وبعد يوم او يومين غادي توصل بالهدية العظيمة. ولكن بزاف ديال الناس كيبقاو ناعسين على جنب الراحة حتى كيتفاجئوا باختفاء اموال مهمة جدا من الحسابات ديالهم، وهادشي اللي خلى المديرية العامة للامن الوطني تدخل على الفور مباشرة من بعد انتشار واحد المجموعة من الفيديوهات وتسجيل شكايات عدة من طرف المواطنين المستهدفين بهذه العملية. واليوم إدارة عبد اللطيف حموشي كتصدر بلاغ مفصل في الموضوع وكتكشف فيه معلومات مهمة حول عدد من الموقوفين، علما أن الأمر كيتعلق بمجموعة من الأشخاص، في حين أن الأبحاث مازال جارية باش يطيحوا كل من له علاقة بهاد الجرائم الخطيرة جدا. وقبل ما نعطيكم تفاصيل بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني اللي توصلنا به اليوم، بغيت نزيد نذكركم ونحذركم أي ميساج او رسالة او بريد الكتروني كتوصلوا به من جهة ما كتقول لكم انا هي البنك، حتى ولو شفتوا اللونطيط ديال البنك والسيس الموقع ديالهم كيشبه الموقع ديال البنك اللي انتم منخارطين فيها، حذاري ثم حذاري. فالامر بدون ادنى شك كيتعلق بعمليه قرصنة. البنوك عندها طرق خاصه ووسائل باش كتواصل مع المواطن، وماشي اي ميساج جاك في التليفون او في البريد الالكتروني ديالك راه بالضروره جاي من البنك ديالك، واخا تشوف السميه ديالها والتوقيع وغيره وغيره، ما تيقش حذاري ثم حذاري. وما فيها باس من الاخوه اللي كيشاهدوني الان يشدوا هذا الفيديو ويبارطاجيوه على نطاق واسع، ماشي باش نربح او نجيب المشاهدات، ولكن باش نوصلوا المعلومه المهمه للمواطن، وباش ما يبقاوش بعض المغفلين كيطيحوا ضحايا ديال بحال هاد المجرمين النصابين الخطيرين. المهم بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني كيقول بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنات وبتعاون مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يعني الديسي اللي حامية المغاربة الآن، في هاد الأسبوع تمكنات من توقيف 6 ديال الأشخاص من بينهم سيدة، من بعد ما تبت التورط ديالهم المباشر ضمن شبكة إجرامية كتنشط في قرصنة المعطيات البنكية للزبائن والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. في البلاغ دائما تم توقيف المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن العيون والدار البيضاء وكازا وأكادير، من بعد ما بينات الخبرات المعلوماتية المنجزة ضلوعهم في قرصنة الحسابات البنكية لزبائن في مؤسسات مصرفية والقيام بتحويلات مالية احتيالية استهدفت إلى غاية هذه المرحلة من البحث العشرات من الضحايا، وهذو هما الضحايا المغفلين اللي قلت لكم قبل قليل.
كيش حدد الأسلوب الإجرامي اللي كيعتمدوه المشتبه فيهم في استخدام خادم معلومات يعني سيرفور خاص بهم بالتصيد الإلكتروني، واللي كيتولى إرسال رسائل تدليسية لزبائن وكالات بنكية ومطالبتهم بإرسال بيانات حساباتهم إلى موقع مفبرك شبيه بالموقع الرسمي لمؤسسة بنكية، ثم بعد ذلك يعمدون إلى تجميع تلك البيانات ويستخدمونها في سحب وتحويل مبالغ مالية بطريقة احتيالية. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز، كما تقول إدارة الأمن، مجموعة من المعدات المعلوماتية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجيا التابع للأمن الوطني لمعرفة ما في ماذا كانت تشتغل وماذا فعلت هذه الأجهزة. وقد تم فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة والكشف عن كافة الضحايا المفترضين، في حين لا زالت العملية الأمنية والخبرات التقنية متواصلة إلى حد الساعة بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة. 58,000 و78,000 خرجي تشوفي الكونت ديالك في لابليكاسيون. انا لقيت الكونت ديالي بلوك ولابليكاسيون بلوكيا ولا لا كارت غيشي بلوكيا. جاني لو ميساج ديالهم دخلت ليه صافي دوم في ميسات واحد يصيفطك لواحد. انا شهرين هادي ما كاين حتى جواب لحد في اللون كيقول لك هادشي ماشي مسؤوليتنا ومسؤوليتنا واش كاينه شي اسيرونس. لا ما كاينه حتى شي اسيرونس يعني فلوسنا حنا حاطينهم امانه عندكم. واش كنا حاطين فلوس في الزنقه ولا شنو؟ راه ما فهمش ما فهمش باش خرجتوا مع هاد الناس. باقي كنتسناو المسؤول يجي. هاد المسؤول شحال وانت كتجي واش تجيش؟ راه جينا شحال مره، مشيت لاجونس شحال مره، تليفونات شحال مره ولا جواب. دابا حنا من الصباح من 11 وحنا واقفين ها هي دابا الوحده وتولت كنشري 500 درهم ما كتخرجش. كاين في الكيشي اللي حداك كنقول لك واحد الكيشي فيه مشكل حتى هي ما كتخرجش. ملي كندخل لابليكاسيون كنلقى ميل ديال غنفقعاش. ملي كندخل عند المدير كيقول لي غادي دير ريكلاماسيون باغ تيليفون في صندوق دابير. كنعيط لهم قلت لي 40 متر غادي يزوق فلوسك. دابا دازت 72 ساعه ما داز لي والو. البارح صيفط لي ميساج تسنى كل جو يلا نعطيوك الريبونس ماشي غنرومبورسيوك فلوسك. وهاد الناس راه شفاره من الاخر دازا اوناكور يعني كيديو لك فلوسك. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كنت منكم إخواني دعموا هذا المحتوى الهادف باللايك البارتاش والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديوهات ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هاد القضايا يتوسع اكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناه ديالنا. اما البارطاج فكيعني المشاركه، فهذا كيعني انكم ايها المواطن ايتها المواطنه ايها المشاهد ايتها المشاهده كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرساله الى من يهمهم الامر. اذا كنت انا صانع محتوى انتم هما المعنيين به والأمر كيرجع ليكم، ودوركم في المشاركة مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارتاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.